كمان خطبت إدارة إسماعيلي نادي طلائع الجيش عشان يمددوا إعارة عمر رضوان حارس مرمى الفريق واللي انتهت في نهاية الموسم الجاري، وبتستند إدارة الدراويش في طلبها لبقاء محمد بسام حارس الطلائع مع الفريق وعدم رحيله وبالتالي عدم الحاجة لجهود عمر رضوان. وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي أبرم 9 صفقات سعيا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي ما بين الكبار، وده بعد ضم الغانية وأنور والأيفواري عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدي نجاز ونور زمان زموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة، بالإضافة كمان لاستعارة كريم عرفات.